besoin. Oui, non, vie, est-ce dans la nature? Est-ce contre nos différences de tempérament qui donne à notre amour un sens presque à chaque instant? Même si tu as tout pour me plaire, j'ai beau remplir le questionnaire, je ne saurais dire, je ne saurais dire. Contraire nos différences de tempérament qui donne à notre amour un sens presque à chaque instant. Même si tu as tout pour me plaire jusqu'à ton sourire, j'ai beau remplir le questionnaire, je ne saurais dire. صغير نادر مغروم بالموسيقى. اي منين صغيرة؟ اكيد فما شخص في حياتك هو اللي امن بموهبتك الموسيقية وعاونك شوية، خاصة في فترة الطفولة اللي يكون فيها يعني اي فنان صغير محتاج انه يكون شكون يدعمه وشكون يقف معاه. اكثر وحيد شجعوني هما بالطبيعة اهلي واصحابي، كانوا ديما معناها يقولوا لي يلا غني ولحن ويحسوا كل حاجة تخرج مني تخرج مزيانة. دونك من وقتها بدا الغرام الموسيقى. اول موسيقى خذيتها خذيت جيتار، وبالجيتار بديت معناها تغرمت، وبعد عملت شوية بيانو، ومن غادي بديت اللحن وحدي وبدي نجرب وحدي ونسمع مغنيين كبار في فرنسا في برشا بقايا. من وقتها تغرمت وبدات الموهبة متاعي. انا بعد شوية على نادر الفنان ونحكيو على نادر الشخص. انت نادر عندك هوايات متعدة. اي عندي كيما بدك كل برشا هوايات. انا مغروم برشا بالسباحة، بالموسيقى اللي هي اول حاجة، مغروم بكل حاجة، السينما وكل حاجة فيها فن، فهمت؟ وهذا هما اكثر اغرامي، وبالطبيعه الرياضه. انت توا مقيم في لبنان، اكيد بعيد على العائله وبعيد على الاصحاب، وقت تبدا تحس روحك ستريسي وعندك شويه مشاكل شنو تعمل؟ ولا اول حاجه بتبع نكلم الاهل نتاعي، نكلم اصحابي، وغادي مش وحدي زاده، غادي بحال اصحابي لبنانيين وديما معايا، وبلوس ديما معناها عمري ما ننسى الجيتار، ديما بحذاي الجيتار وديما كنفد نسمع ميوزيك وحدي هذا هو معنى اجوائي في لبنان. نمشي نعمل سبور، غادي نسد سبور وكل شيء. انت ابن مدينه ساحليه، يظهر لي تحب زيده برشا البحر. اي بالطبيعه ديما راه ديما في البحر، معناها كل الصيف بحر، ديما انت تعرف سوسه دي جوها بحر وهنا سهريات وجو بحر ديما، دونك ديما في البحر يعني. مرحلة مهمة برشا في حياة نادر جيلات هي ستار أكاديمي، أكيد لازم كل مرة نرجع ونحكيوا عليها. أنت سبق وأنك تقدمت لستار أكاديمي، عملت الكاستينغ، لكن قالوا لك أرجع مرة أخرى حتى تحسن أدائك في اللغة العربية، صحيح الحكاية ولا؟ هو صحيح، في ستار أربعة أنا عملت كاستينغ ووصلت للمرحلة الأخيرة، وبعد قالوا لي معناها نحبك ترجع مرة أخرى، ترجع العام الجاي معناها تعاود. وذاك اللي صار، عملت كاستينغ، عملت حضرت روحي معناها العام اللي بعده، شوية اتقنت اكثر الغناء باللغة العربية وتقدم كاستينغ وفي الاخر قبلوني. في الاكاديمية شفناك تلقائي برشا وتتصرف على طبيعتك، سبب لك شوية مشاكل ولا؟ لا بالعكس، هو واحد تلقائي سبب مشاكل، المفروض تلقائي معناها حاجة باهية. خاصة انه في البرامج كيما هذه لازم يكون شوية فيها شوية اصطناع ولا؟ والله هو صحيح بالطبيعة بحكم الكاميرا معناها تكون مراقبتنا 24 ساعة 24 ساعة، هذا يخلي الواحد يتحكم في احاسيسه وفي اعصابه ويحاول يغير شويه كلامه.
يعني نعرفش تعرف تلقائية، وهذاك هو معناها كيما تشوفني في الأكاديمية تشوفني قدامك، تشوفني في الحياة مع أصحابي مع عائلتي مع جماعة كل هكا. نادر، أنا قريت في أحد الحوارات الصحفية قلت إنه في ستار أكاديمي خنقوني واستغلوني، صحيحة الحكاية ولا؟ هذه غلطة، هذه أرتيكل غلط كتبوه. أنا بالعكس تجربة ستار أكاديمي كانت تجربة حلوة برشا، وعملت برشا في حياتي، وكانت تجربة معناها مميزة بحد ذاتها، وعشت تجربة حلوة برشا لداخل. أنا كنت نحلى قبل ندخل البرنامج هذايا، كنت دخلت برنامج عشت برشا غادي ذكريات حلوة مع الطلاب مع الأساتذة، من أستاذ المسرح، من أستاذ الغناء، من أستاذ العزف، ومن صحابي. دونك برشا حاجات برشا ننسى برشا حاجات معناها عشتهم من داخل الأكاديمية. أيضا فما طرائف يذولي حصلتك زيدة؟ والله طرائف، فما برشا طرائف. طرائف شو؟ فما مرة ساعة ما عرفش كنت شو صار، هو وقتها نتاع الأطفية، عرفت الأطفية هذيك؟ كانت محلاوي أمير محلاوي قدام باب تاع الأولاد، وقاعدين نتعاركوا احنا. أنا خذيت تاعك الأطفية هذيك وحليتها، وهي حلت الباب وديركت. أنا كنت فادلك، ومن بعد تخنقت هي. تخنقت معنا وقتين، تخنقت. توجعت عليها، توجعتني. وذاك كمان في برشا طرايف، من خلف هذه برشا طرايف. أول حاجة الحملة دي غنية ذي لكل أمهات تونس بمناسبة عيد الأمهات، وخصيصا أمي الغالية. Une maman c'est la tendresse. Une maman quelle richesse. Le plus bel amour qui existe. Un grand bonheur qui remplit le cœur. Petite maman, toi si jolie. Petite maman, toi si gentille. Ce soir sans toi, quelle tristesse. Reviens vers moi, ne m'abandonne pas. Sans toi, maman, tout paraît ennuyeux. Sans toi, maman, je suis si malheureux. Une maman, c'est la tendresse. Une maman, quelle richesse. Une maman, c'est la tendresse. Une maman, quelle richesse. Le plus bel amour qui existe. Un grand bonheur qui remplit le cœur. نحكيو شوية نادر على ألبومك الجديد، باش نشوفو مفاجأة للجمهور التونسي وتغني أغنية شرقية ولا؟ والله الألبوم تكون إن شاء الله حاجة باهية ومفاجأة للجمهور. موضوع أغنية الشرقية مش يكون أغنية شرقية، باش دخلت نحاول ندخل الروح الشرقية في التوزيع. هو باش يكون متكون من ما بين 8 و10 أغنيات باللغة الفرنسية والإنجليزية، وباش يكون بعض الأغاني توزيع متاعهم توزيع شرقي. يعطيك الصحة نادر، مانيش باش نضيعوا الفرصة باش نسمعوك في أغنية شرقية. حبيبي يا غرامي يا كلامي يا أحلامي، حبيبي يا غرامي يا كلامي يا أحلامي، قربي ليا خدي عيني، ما انت اللي ليا في الدنيا دي. حبيبي وانا جنبك حاسس بدنيا تانية، قربي ضميني خديني مرة تانية. حبيبي وانا جنبك حاسس بدنيا تانية، قربي ضميني خديني مرة تانية. قربي ليا خدي عيني،
ما انت اللي ليا في الدنيا دي قربي ليا خدي عينيا. نحب نشكر قناة حنابال على استضافة حلوة هذه، وبطبيعة مش غريبة على قناة حنابال اللي هي ديما تشجع الفنانين التوانسة وفنانين شبان الموهوبين.